وللتحدث أكثر حول تغير المناخ والمنطقة العربية ينضم إلينا من مقر مؤتمر المناخ 18 بالدوحة الدكتور محمود الصلح المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا. مرحبا بك سيد محمود. فيما يتعلق في المنطقة العربية التي بأصلها طبيعة هذه الدول في مناطق جافة، هل أصبحت الأمور أكثر صعوبة الآن في ظل التغير المناخي؟ لا شك أنه التغير المناخي له تأثير كبير على المنطقة العربية، بالذات بالنسبة للأمن الغذائي، وكما ذكرت تأثير ناتج عن ارتفاع في الحرارة وزيادة شح المياه، بالإضافة إلى مشكلة الملوحة التي سوف تؤثر على الكثير من المناطق الساحلية في العالم العربي. طيب على ما العالم العربي نعم تفضل. طيب على ما يبدو أنه ليس هناك حلول قريبة فيما يتعلق في الحد من التغير درجة الحرارة وبالتالي التأثير على التغير المناخي، ما هي الخطوات ربما حتى يتم مثل هذا اتفاق، ما يجب من الدول العربية تحديدا الجافة أن تأخذ من خطوات احترازية ربما أو تساعد في حل هذه المشكلة؟ بالدرجة الأولى يجب دعم البحوث والتكنولوجيا بالنسبة للتأقلم مع التأثيرات للتغيير المناخ بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى وضع برامج مركزة بالنسبة للتأقلم مع موضوع الغذاء في النسبة للعالم العربي. نحن في العالم العربي نستهلك حوالي أو نستورد حوالي 65 مليون طن من الحبوب في السنة، نعم، والإنتاج في العالم العربي ضئيل جدا. هناك إمكانات هائلة في العالم العربي لزيادة الإنتاج، ليس في المحاصيل الحقلية فقط ولكن في محاصيل أخرى أيضا، نعم. فلا بد من دعم الزراعة في العالم العربي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الأخرى التي تساهم في التخفيف من أعباء مشاكل. حلو. طيب التغير يعني المهنة. أنت تدعو سيد محمود إلى زيادة إنتاج العالم العربي تحديدا على سبيل المثال موضوع الحبوب مثلا، هل أنتم في المركز الدولي للبحوث الزراعية هل هناك أجريتم أي اتصالات أو تم بالفعل اتباع ربما مثلا الزراعة الذكية مناخيا، أين وصلتم في هذا المضمار؟ هناك عدة برامج مشتركة مع الدول في العالم العربي وفي قطر أيضا، وذلك بالنسبة لعدة مواضيع أهمها استنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف، وكذلك زيادة إنتاج المتر المكعب من المياه، بالإضافة إلى موضوع الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة، وهذه الزراعات هامة جدا في الخليج العربي، ولا شك أن قطر تعتبر رائدة في هذا المضمار. شكرا جزيلا لك سيد محمود الصلح المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا، حدثتنا من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. نهاية جولة الاقتصاد، عودة لكم نوران وعبد القادر، تفضلا.